غالبا ما يتشابك الابتكار والفشل ويزداد احتمال الإخفاق مع كثافة الابتكار. ومع ذلك فإن بعض المؤسسات تفشل في التعلم من إخفاقاتها على الرغم من أهمية مثل هذه الإخفاقات في تجنب الفشل في المستقبل. ما الحل؟ لنتابع معا. لمعالجة هذه المشكلة استندت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في كندا على نظرية التعلم الاجتماعي ونظرية التبادل الاجتماعي، وذلك بهدف النظر في عوامل التعلم من فشل الابتكار. وجدت الدراسة التي أجريت على حوالي 960 مؤسسة أن التعلم من الابتكارات الفاشلة يتأثر بالعوامل التنظيمية مثل الطريقة السائدة لحل المشكلات أو ثقافة إلقاء اللوم أو السلامة النفسية، فضلاً عن العوامل التفاعلية مثل الثقة بين الموظفين والعوامل الفردية مثل الإتقان الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن 3 طرق يمكن للمديرين اتباعها للترويج للتعلم من الابتكارات الفاشلة داخل مؤسساتهم. تقترح الدراسة أنه يجب على المديرين الاعتراف بقابلية الخطأ وإجراء مناقشات مفتوحة مع الموظفين حول الإخفاقات وأيضاً المخاطر المصاحبة لأنشطة الابتكار بدلاً من معاقبة المسؤولين عنها. يجب على المدراء أيضاً التواصل حول كيفية تحويل الفشل إلى إخفاقات منتجة وتشجيع أعضاء الفرق على تحمل المسؤولية عن عملهم وأيضاً على تصحيح الأخطاء. علاوة على ذلك ولتحسين السلامة النفسية يمكن لقادة الفرق أو المديرين التواصل بانتظام مع فرقهم ومناقشة إخفاقاتهم وأخطائهم وأيضاً طلب الملاحظات. قد يساهم تكرار مثل هذه الممارسات للإفصاح عن الذات في تشجيع الموظفين الآخرين على المشاركة النشطة في أعمال الابتكار. أعتقد بوجود بعض علامات القصور في هذا البحث والتي تجعلنا حذرين من تعميم النتائج بسرعة مثل غفلان عوامل مؤثرة على التعلم من الابتكارات الفاشلة مثل أنماط القيادة السائدة في المؤسسة وأيضا رأس المال الاجتماعي وكذلك جودة العلاقات بين الموظفين.